لا بالعكس، ما كاين حتى شي مشكل مع الفنانة أحلام، بالعكس هي هرم وتاريخ كبير كنفتخر بها، ودائما كنغني الأغاني ديالها لأنها قدوة بالنسبة لدنيا باطمة، وكنوجه لها تحية من شوف تي في. لا بالعكس، هي وضحت هذا، كان عندها في اللايف، طلعت لايف وقالت بأنها كتكن كل الحب والاحترام لدنيا باطمة، وفقط عندها أحد أدمن مهتم بصفحة الانستغرام، يمكن بالغلط دار انفولو، هذا ماشي حاجة اللي غادي نركزوا عليها، بالعكس الحب متبادل بيني وبينها.